أهلا وسهلا بكم على قناة الحياة عجائب. نتكلم اليوم عن زراعة الطماطم. كما نلاحظ، يجب علينا في البداية حتى نقوم بزراعة الطماطم زراعة صحيحة، يجب أن نأتي بالبذور، والبذور نستطيع أن نحصل عليها من محلات الزراعة أو نستطيع أن نحصل عليها مباشرة من خلال حبات الطماطم كما سنلاحظ الآن في هذا الفيديو. كما نلاحظ بذور الطماطم، سنحضر صندوقا أو وعاء، ثم سنحضر سمادا عضويا. كما يمكنك أن تضع التربة الطبيعية، ثم بعد ذلك سنأتي بالطماطم الفاسدة ونضع عليها طبقة من السماد العضوي، ثم نقوم برش الماء عليه وتغطيته. نقوم بتغطية هذا الصندوق بقطعة من البلاستيك حتى يسرع من عملية الإنبات. كما نرى، هذا هو عمر النبات في عمر 40 يوما. يجب علينا أن نقوم بتخفيف نباتات الطماطم، لأن كثافة وزيادة الطماطم وزيادة شتلات الطماطم يؤدي إلى الأمراض، ولن نحصل على إنتاج غزير. هنا سنقوم بتخفيف شتلات الطماطم. نقوم الآن بعمل حفرة حتى ننقل هذه الشتلات. سنأتي بكل شتلة وبكل زرعة منفصلة، والأفضل أن تكون المسافة بين كل شتلة وبين كل شجرة من شجرات الطماطم أن تكون المسافة بينها وبين الأخرى من 60 إلى 90 سنتي. إن كثافة شجر الطماطم فوق بعضه سيؤدي إلى انتشار الأمراض وسيؤدي إلى فساد الزرع، لذا يجب علينا أن نفصل من 60 أو 90 سنتي بين كل شتلة وبين كل شجرة من شجرات الطماطم. كما سنلاحظ، يجب علينا أن نقوم بوضع أعمدة ووضع دعامة تستند عليها شجرة الطماطم. كما نلاحظ هذه القطع الخشبية حتى يستند عليها النبات. وكما نلاحظ باستمرار، سنحصل بعد 80 يوما على هذا الشكل. نلاحظ أننا نقوم دائما بالنظر الدائم إلى شجرة الطماطم، هل هناك أي أوراق مصابة بأي فطريات أو بأي أمراض؟ علينا أن نقوم بتقليم شجر الطماطم، أي بقطع الأوراق التالفة أو بقطع الأوراق التي فيها أي إصابة أو أي اصفرار، فهذا يخفف عن الشجرة وكذلك أيضا يمنحها الصحة. قطع الأوراق المسرطنة أو الأوراق الصفراء أو الأوراق التي بها أي خلل. سنلاحظ الآن متى سيتم جني أول حصاد لثمرة الطماطم. طبعا من المعروف أن ثمرة وشجرة الطماطم نستطيع أن تثمر أكثر من مرة، ونستطيع أن نقطف منها أكثر من مرة، وكل ذلك يرجع إلى الاهتمام الشديد. هذا هو عمر شجرة الطماطم بعد 90 يوما. كما نلاحظ، ما زالت الطماطم خضراء. يجب علينا ألا نكثر من ري الطماطم، وأن نتابع التربة جيدا، ودرجة الحرارة المناسبة للطماطم
من 25 درجة إلى 29 درجة، درجة مناسبة جدا لشجرة الطماطم لكي تثمر ثمارا جيدة. سنلاحظ الآن متى سيصل النبات إلى درجة النضج. الثمرة ما زالت خضراء، يجب علينا أن نتابع بعناية شديدة. بعد خروج الثمرة يجب أن يكون الري قليل، يعني مرتين أو مرة في الأسبوع بحسب درجات الحرارة. كما نلاحظ الآن ثمرات الطماطم ما زالت خضراء بعد أكثر من 90 يوما. يتطلب الأمر إلى النظر الدائم، فقد تضطر إلى استخدام بعض أنواع المبيدات الزراعية أو المبيدات الحشرية. يجب على المزارع أن ينظر جيدا إلى الأوراق، هل بها أي إصابة أو بها أي خلل، وينبغي عليه أن يقوم أيضا بتخفيف الأوراق وبتقليم شجرة الطماطم، فذلك يعطي ثمارا جيدة، كما أنه يحافظ على صحة النبات. ويجب قطع الأعشاب أو الحشائش غير المفيدة حتى نضمن أن تذهب التغذية كلها إلى شجرة الطماطم، ذلك بعد 100 يوم. نلاحظ أن الطماطم أصبحت تنضج وأصبح بعضها يزداد احمرارا كما نلاحظ بعد 100 يوم. نلاحظ الطماطم، بدأت الطماطم تنضج ومن الممكن أن نقوم بالحصاد. ها هو شكل الطماطم بعد أكثر من 100 يوم. نستطيع أن نحصد مرة واثنين وثلاثة. وفي نهاية هذا الفيديو نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بكل ما قدمناه لكم.